اهلا بكم لازم ننتبه جدا الى انه مصنع الحياه المنويه هي الخصيتين والخصيتين آآ آآ لازم نبقى فاهمين كل ما يحاط بهم ده ده ثقافه منذ الطفوله يعني ما ينفعش طفل يبقى عنده خصيه معلقه مثلا وما تنبهش للموضوع او يكون عنده خصيه بيحصل فيها التواء وده بيحصل في الاطفال وبيحصل في المراهقين وممكن يحصل في سن اكبر من كده فالرياضات عنيفه بيحصل التواء دي دي في الخصيتين دي كارثه تروما خبطه جامده في الخصيه في لعبه رياضيه زي الكاراتيه او التايكوندو او حتى كره القدم لازم ناخد بالنا لانه هذا المصنع حساس جدا جدا الخصيتين مصنع يتاثر بامراض عديده يعني المامبس والميزلز والحاجات دي النكاف ووائل اخره هل اصيب به الطفل ام لا تعرض الانسان لاشعاع شغل البني ادم الشاب شاب بيشتغل في مركز اشعه لازم يتنبه جدا ويبقى عنده احتياطات صارمه لان الخصيه ممكن تتاثر وغيرها اشياء كثيره جدا الاكل الاكل بيأثر على قدرات الخصيه بجد الفاست فود والاكل المصنع ما هو على المدى طويل ما هو ساعتك بتاكل كل يوم معلبات 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 هتتوقع ايه؟ حياتك هتنهار كل حاجه فيك هتنهار ضغطك هيرتفع والكوليسترول هيزيد والتصلب الشرايين هيحصل والكبد مش هيبقى بخير بحالة كويسة وإنتاج الخصية سيتأثر وهيتأثر بسرعة أكتر حاجة تتأثر بسرعة هي دي البشرة مش هتكون جيدة مفيش رياضة مفيش خصية جيدة كل ده يخلينا ننتبه إلى هذا المصنع القيم جدا جدا وافهمه تعالوا نقرب من هذه القصص المثيرة ونحاور ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور محمد القصري صاحب دكتوراه واستشاري جراحات المسالك البولية والذكورة وتأخر الإنجاب عند الذكور والصحة الجنسية بمراكز زارة الطب أهلا بك دكتور أهلا دكتور أهلا الخصية ما هو هذا المصنع المتميز؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو مصنع متميز فعلا لان هي غده لها دبل اكشن يعني هي غده صماء وفي نفس الوقت غده ذات قنوات مم. انتاج الحيوانات المنويه طبعا بيكون بواسطه الجيرمن إيبيسيليم وانتاج هرمون الذكوره بخلايا معينه رايدكسيل زي ما حضرتك عارف فطبعا سبحان الخالق ان هو خلق هذا العضو الحساس جدا اللي بيتاثر بكل العوامل الخارجيه والامراض اللي بتصيب الانسان عشان تستمر البشريه اسباب بقى الفشل الوظيفي في الخاصيه آه طبعا آه يعني اسبابه كتيرة جدا ما بين اسباب اعلى الخصيه وما بين اسباب الخصيه. يبقى اذا المشكله لو كانت بعد الخصيه ده ما بيبقاش فشل وظيفي، دي مشكله انسداديه. فممكن يكون فشل هرموني نتيجه لنقص هرمونات الغده النخاميه او اصابات في الخصيه مباشره. حضرتك اتكلمت طبعا عن التواءات الخصيه والخصيه المعلقه والمامز وغيره وغيره وغيره. وغير. وطبعا زي ما سيادتك فاكر في الطب لما كنا نقول حاجات كونجنتال وحاجات اكواير. اه والاكواير اللي هي مكتسبه اللي كروماتيك وانفلاماتوري آه، يعني للتهابات التهاب وغيره التهاب وغيره واورام وغيره, و... 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 وغيره. آه طبعاً دي و... يعني باختصار شديد دي الاسباب اللي بتؤدي لفشل الخصيه فشل الخصيه وظيفه قد يكون ورم قد يكون خبطه قد يكون التهاب أو عوامل خارجيه بقى عوامل خارجيه ايراد اشعاع وغيره وحاجه زي ما بنقول عليها جينادوتوكسين يعني حاجات يعني معروفه مسببات للفشل الوظيفي الخصي كيفيه علاج هذا الفشل الوظيفي طبعا بيعتمد على السبب آه اذا كان السبب آه اعلى الخصيه يعني مشكله هرمونيه م. ده بيبقى علاج تعويضي بس المهم انه هو يكتشف مبكرا م. علشان يؤتي يعني بثماري زي ما بنقول آه واذا كان الفشل بقى في آه الخصيه نفسها آه للاسف العلاج زي ما سيادتك عارف بنقول عليه امبيريكال ثيرابي م. يعني هو علاج مش مواصل مش معنى كده إن هو تجريب ان احنا بنجرب في الناس لا هو يعني ما فيش دراسات كبيره موثقة بتعتمد هذه العلاجات لان بنعطي حاجات الفكره في ايه؟ ان احنا ندي مضادات اكسده، ندي هرمونات محفزه، ندي اشياء معينه بحيث نحفز الخصيه لانتاج الحيوانات المنويه، ولكن العلاج المحدد يبقى احنا ممكن نقسمها لحاجتين، علاج محدد الهدف اللي هو الهرمونز لما يكون في مشكله في الغده النخاميه، او علاج امبيريكال ثيرابي لما بيكون في اصابه في الخصيه، لان دي ما بتبقاش عارفين السبب. يعني الجنادو الاشعاع، الكيماويات، الالتهابات كلها بتقدم نتيجه واحده. فبالتالي يبقى العلاج يعني قد يؤتي بنتيجه وقد لا ياتي بنتيجه على الاطلاق. عينه الخصيه وانواعها؟ العينه في اي حته او اي عضو في الجسم هي لتشخيص المرض. اشهرها طبعا تشخيص الورم. الخصيه بقى ليها يعني تخصص فريد او داعي فريد جدا للعينة طبعا العينة التشخيصية كنا بنعملها لفترات كبيرة جدا في حالات الأزوسبرمي أو مثلا في الحالات اللي بنشك في ورم في الخصية في أورام في الخصية فبناخد العينة وده الانديكيشن أو ده الداعي الأساسي ولكن طبعا مع حقبة الحقن المجهري عينة الخصية تطور دورها وبقى في العينة الميكروسكوبية اللي احنا بنبقى بنعملها علشان سبرم عشان نستخلص الحيوانات المنويه من الخصيه <applause> فاذا العينه ممكن نقسمها لحاجتين عينه تشخيصيه على حسب الغرض عينه تشخيصيه وعينه علاجية اللي هي لاستخلاص الحيوانات المنوية. طبعا على حسب بقى الطريقة دي أنواعها كتيرة جدا، حدث ولا حرج لو نقدر نتكلم فيها يعني. اه ناخد الأنواع. طبعا فيه الأنواع البسيطة خالص اللي هو الكونفينشنال بيوبسي اللي هو التقليدية. اللي هي بنفتح فتحة من كذا منطقة في الخصية وبناخد عينات علشان تفحص الحيوانات المنوية. لكن وفي طبعا الفاينل الاسبيريشن زي ما سيادتك عارف م. لكن الجولد ستاندر دلوقتي طبعا هو الميكروسكوب استخدام الميكروسكوب اه الميكروسكوب لان الـ 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 الهدف ان احنا مش نشخص مرض الهدف ان احنا نستخلص هذه الحيوانات المنويه م. فالميكروسكوب ميزته ان هو بنقدر نعمل سيلكشن او اختيار دقيق جدا للمكان اللي ممكن للمكان اللي ممكن يكون فيه حيوانات منويه م. آه الانابيب الدقيقه بتبقى منتفخه بتبقى ليها اضاءه معينه وزي ما سيادتك فاكر طبعا كلمه البويلد سباكيتي آه اللي احنا اتفقنا عليها دي بيبقى آه الـ الـ الشكل الامثل للانابيب الدقيقه او التبيولز اللي بتبقى فيها حيوانات منويه مه. بس في ملحوظه تانية برضو انا لاحظتها يا دكتور ايمن وليا ان انا اتكلم مع حضرتك فيها إن لما بنلاقي هذه الأنابيب المنتفخة ومختلفة عن الثريد لايك تيوبيولز دي بتبقى فيها فعلا لكن في حالات كتيرة جدا أنا لاحظتها بمئات الحالات اللي عملناهم بتبقى الخصية كلها ليها نفس الشكل وهي الأنابيب المنتفخة وبتبقى نيجاتيف يبقى إذا حتة الاختيار والاختلاف وان هي منتفخه بتبقى لما بيبقى هي مختلفه عن الانابيب الاخرى. لكن لما بتبقى يونيفورم configuration لما تبقى شكل واحد دي برضه يعني ممكن تعطينا نتيجه سلبيه. دي ملحوظه حبيت اقولها لان يعني طبعا بكمل حالات اللي احنا عملناها. اه لا ومهمه جدا لشباب الاطباء في المجال آه ده ان هم فاهمين الكلام آه،, اه لان لان لما بنلاقي فعلا اختلاف في الانابيب فعلا البوزيتيفيتي او درجه الايجابيه بتبقى كبيره جدا. في سؤال برضه مهم هل عيان لو احنا عملنا له تحليل ولقينا يعني حيوانات منويه في السائل المنوي وقيل له هناخد عينه من هل ده صحيح آه هل صح؟ ممكن ناخد عينه من آه في وجود حيوانات طبعًا في السائل طبعًا المنوي طبعًا في التحليل نرجع للكلمه الازليه الجميله جدا الدائمه الكواليتي كواليتي الجوده الجوده بتاعه الحيوانات المنويه مم. لان في حالات كثيره جدا بيقذف هذا الانسان سائل منوي بيحتوي على حيوانات منويه ما بتبقاش جيده ما تبقاش جيده حالات اللي هي بيبقى فيها نقص شديد في هذه الحيوانات المنويه حالات اللي بيبقى فيه اصابات في العمود الفقري حالات كثيره جدا بيبقى فيه التهابات مزمنه في الجهاز التناسلي والبولي مهم. فبالتالي الكواليتي اللي بتيجي نازله في تحليل السائل المنوي بتبقى مش كويسه فبيضطر ناخد من المصنع فطبعا هذا التعبير علميا دقيق جدا يعني فائده الميكروسكوب الجراحي فوائد كثيره جدا الميكروسكوب الجراحي اللي بيستخدم في حالات آه هو الهدف إيه؟ عينه الخصفيق. تمام تمام هو الهدف ايه؟ الهدف ان احنا آه نعلي معدل الحصول على الحيوانات المنويه تمام؟ ونقلل المضاعفات اي اجراء جراحي اي اجراء جراحي في الدنيا ان احنا ناخد احسن نتيجه واقل مضاعفات هو ده برضو فكره الميكروسكوب الجراحي في عينه الخصر الميكروسكوبيه ان احنا آه نعلي المعدل اللي احنا عايزينه لاستخلاص الحيوانات المنويه ده رقم واحد رقم اثنين ان احنا نقلل المضاعفات فلما لما نستخدم الميكروسكوب الجراحي يبقى نقدر هنعمل اختيار دقيق للمكان او الجزيره او النقطه اللي ممكن تكون فيها حيوانات منويه ده رقم واحد رقم اثنين هناخد كميه ضئيله جدا من الخلايا فبنحافظ على الخص مش هندمر, هندمر الخص رقم ثلاثه مع الميكروسكوب الجراحي بنشوف منظر جميل جدا بتشوف الاوعيه الدمويه قدامك بوضوح جامد جدا وبنقدر نفصلها ونبعد عنها ونختار ال عشان ما يحصلش آه 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 انزفه مثلا آه آه على الجنة. تمام تمام آه برضه لما بنختار نسيج قليل ما ننساش اللايدك <applause> <الـ تصفيق> سيلز الخلايا اللي تكون هرمون الذكوره بنحافظ عليه لأن, لأن, حالات كتيرة جدا لما بتتاخد العينه بطريقه عشوائيه اجريسف فعلا وبتاخد كميه كبيره جدا وفي ناس كتير بتبقى الخصه صغيره بيجي لنا بهايبوجوناديزم بيجي لنا بنقص هرمون الذكوره آه. وقد يشتكي هذا الانسان بفتره من انخفاض مستوى هرمون الذكوره وممكن يحصل له ضعف انتصاب فناخد بالنا من هذه النقطه ان احنا لما بناخد كميه ضئيله جدا بنحافظ على هذه الخلايا فبالتالي ما بيحصلش الانخفاض الشديد في مستوى هرمون الذكوره يبقى اربع حاجات اربع فوائد من المريض تكرار الع... اخذ العينه هذا له سلبيات اكيد طبعا طبعا يعني آه تكرار عمليه سواء كانت مايكروسكوبيه او غيرها طبعا غيرها ما اعتقدش ان في حد دلوقتي لا لا, غير لا لا ما بنعملش غير مايكروسكوب آه آه هو بقى الانديكيشن ده نقوله آه هو تكرار لما بيبقى فيه سلبيه وعمل في مكان غير متخصص انا بعتبر انه ما عملش عينة آه فبنلجا له طبعا في دراسات كثيره جدا على الريبيت تيسي على مايكرو تيسي على ال تعداد هذه العمليات. ليه بقى يا دكتور أيمن؟ لأن برضه براكتيكال سبيكينج يعني يعني لو بنتكلم علميا برضه أو 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 عمليا احنا بنعمل حاجة بنقول عليها مايكرو ديسكشن أو مسح ميكروسكوبي للخصية. برضه في أماكن بتبقى مزد مننا. طبعا وإلا تكون الخصية كلها اتدمرت. إحنا ما نكتبش على نفسنا. ما نكذبش على نفسنا. ما حدش في العالم بيقدر يعمل مسح كامل للخصية ها ويحصل على عشان يحصل على حيوانات منويه يبقى اذا بتبقى في نقاط ممكن يكون هي اللي فيها الحيوانات المنويه بتنفع مع الريبيت التسي في حاجه م. كمان ما ناخد بالنا منها قد يكون هذا الانسان لم يهيأ او لم يحضر التحضير الكافي اه بيكون مثلا في حالات كلاين فلتر بيكون حالات غيرها في انخفاض في مستوى هرمون الذكوره ما تحضرش كويس احنا لازم برضو نهيئ الظروف الطبيعيه المثاليه لهذه الخصيه بفتره كافيه علشان نضمن إلى حد ما إن ممكن يكون فيه حيوانات منوية في المرة القادمة فموضوع الريبيت التيسي ده موضوع مهم جدا في حالات كثيرة جدا أنا بجد من المرة الثانية وفي حالات كثيرة جدا ولكن أقل طبعا بجد في المرة الثالثة فحتة التكرار العملية دي موجودة عندنا في الطب مفيش فيها أي مشكلة ولكن برضه بشرط هذه الخصية تكون بروميسي واعدة تقرير الباثولوجي اللي قبل كده بيقول ان هي ممكن يكون في حيوانات منويه وتكون متحمله او تستحمل او فيها الجوده اللي احنا ممكن ناخد منها، ما من نجيش على اتروفيك تيستس خصيه ضامره ونقول ان احنا هنعمل عينه اخرى. فناخد بالنا من النقطتين دول، واعده وتتحمل. تفاصيل دي تفاصيل مهمه جدا، تفاصيل عم. اخذ العينه، طبيعه الميكروسكوب، قيمه الميكروسكوب في اخذ العينه. انه الامال لا تنقطع والعلم اللي ربنا وهب البشريه له لازم نتعامل معاه ولازم نعتمد عليه لانه ده وهب من ربنا سبحانه وتعالى ده علم كل اللي احنا قلناه ده ان ربنا سبحانه وتعالى بيدينا سبب واحنا في عالم الاخذ بالاسباب ولازم نمشي ورا السبب ده لان احنا امرنا في الاخذ بالاسباب ضيف العزيز القيمه العلميه القديره الاستاذ الدكتور محمد القصري صاحب دكتوراه واستشاري جراحات المسالك البوليه والذكوره والعقم وتاخر الانجاب والصحه الجنسيه بمراكز دار الطب نورت وشرفت الله يخليك دكتور ايمن خليكوا دايما دكتور. مع دكتور